أصدقائي، خلونا نعرفكم على ألعابنا اللي رايحين يشاركوها أصدقائنا المتصلين. عندنا اللعبة الأولى هي لعبة باب المفاجآت، واللعبة الثانية لعبة الأرقام المفقودة، وعندنا أيضا لعبة البالونات، وعندنا لعبة بسرعة، أيضا لعبة عندنا لعبة الأسئلة العامة، ولعبة الاختلاف، ولعبة تعرف على المهنة. أحبائي، خلونا نستقبل أولى المكالمات ونقول ألو. الله، حلو. زين يا يزن، عندك 5 صناديق، اختار لي صندوق. في الأول إعدادي، خبرني إيش سويت في إجازتك الصيفية؟ تقريبا صار لنا الحين شهر بادية الإجازة الصيفية. يلا السؤال، عندنا سؤال، تتساقط الأمطار في فصل الخريف، صح؟ صح؟ أراكم غدا في حلقة أخرى من برنامج ألوان الصيف.